السلام عليكم شباب، شوفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعتكم مقطع جديد. مقطع اليوم راح اشرح شلون اسوي تصاميم، او شلون انت تسوي تصميم حلو. فنبدي انه نخلي كل شيء واضح بالتصميم، يعني مو خليك هيك مثلا وخليك بس اغنيه، لا لا، خلي لك التصميم كامل شلون دنيت التصاميم، بس لكن جزء من التصاميم، يعني ما راح اخلي لك اي شغله سذن، ممكن الذن اللي هستخدمها سذن اكو شغلات بين اذا اسوي هنا هسه راح بعد يطيح سوقي، بس هسه لا، احنا نضبطكم. تصميم اليوم كريتوس ضد بوسايدن، نشوف يضبطون ان شاء الله. نسوي هيك، تبدي اول شيء تضيف الاغنية. اكو ناس بالبداية تضيف اللقطات، يعني تقص لك الفيديو هذا كله، تقص لك اياه وتخلي كم لقطة، نوبة يلا تخلي الاغنية وتسوي التصميم كامل. وهذا اكبر خطأ، ينجح هو بس خطأ. كم العمود يطلع كله ويا الاغنية؟ هسه شوف شلون راح اسوي لك اياه انا طريقة مبسطة كلش. توقف هنا بالدقة، توقف وتقص شدو ساي، وتقص المسافة لحد ما يطلع بوسايدن. عمو شلون اقول لك هيك تصير هيك، شوف وتحط هذا، فيصير عندك قطعة هنا تحذفها. انا صار عندك اول شيء او توقف هنا انا هم، وتسوي هيك وتقص هاي، هم يبقى عندك قطعة هاي تحذفها. شلون استعبت اللقطتين وبدون انه ما احذف وانه برجع اسوي الفيديو ومدري شنو هذا السوالف كلها والتعب هذا، شوف شوف صوت كريتوس طرشني واتهم اس واتهم اس كلهم اس. تدرون ليش كلهم اس؟ هاي ام اس. التصميم يضبط ويانا ما اريدهم والله كلهم يحجون. فنكمل منه، نرجع ما اعطيهم اذا ما عيد التصميم شوي. لا يا اخي والله هنا اي نوبة، خلي يظل حد ما يطق الطق هاي ابو سايدن من الصراق الطبيعي. هذا كله حروب ما بيها فايدة، شنو يعني نقدر نسوي شلون يعني على الجيم بلاي مثلا، يعني نخلي شلون كريتوس يحارب بوسايدن، يعني مو باللقطات، مو بالفيديو او باللقطات السينمائية، لا لا، يعني بالحرب انت جاي تلعب باليد، بس يلا نصير شلون مو حلوة وبنفس الشيء حلوة. خلينا نكمل شنو الموضوع احنا، بس والله فكرة حلوة هاي هنا. لا 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 لا، طار بوسايدن، خلنا نوقف هنا، ها هنا سويت راح يصير عندك قطعة كلش كبيرة تحذفها. شوف هجبرو، راح يصير عندك شنو هسه؟ لقطة لقطتين، 10 20 لقطة. ارجع للايباد هيج هسه، شوف هسه لقطة لقطتين، 3 لقطات، 4 لقطات. اوقف يا اخي والله شغلة تعبني باللابتوب هسه، من تسويها قبل توقف، قبل من تدوس هذا توقف،
عكس الموبايل والايباد. بس انا انقص شيء، شوف هسه غنيت. شوي رجع، ها هنا أنا. بالكتلة تضبط، رجع 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 لحد بعد ما ينقص عيني. لا 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 لا، كم من كم؟ ها هنا عاش ديدي. هاي هنا بعد منا توقف، هذا كله تحذفه. في شنو يصير عندي؟ صار عندي 5000 لقطة. فش نسوي هسه؟ نروح لآخر لقطة، نقول بالكترة ضبطت. بعد ما لك شغل، توقف هنا وهذا تقصه بعد. شوف هم تسوي له قطع، وهاي كلها تقصها بعد ما تفيدنا. فشنو صار عندنا؟ تصميم طوله 16 ثانية. ليش؟ لأن الفيديو الصوتي أو الأغنية ما أخذها من التصميم. يعني الأغنية أنا مالي شغل بيها، شلون أسويها وما أدري شنو، المهم إحنا راح نضيف حركات من عندنا. فهسه التصميم صار مجهز للمعدات، وما فهمتوني أدري بكم. فنبدي ندوس على هاي النقطة ويطينش، يعني شلون تريد التحرك للقطة الثانية. أنا بالبداية نقول له هيج، نرجع نسوي هيج، لا هيج، ايه ايش عافية، والنوبة هيك، النوبة هيك. نقول المهم يعني التصميم اذا شفته بالبداية تنسان رائع. وننتهي من هاي الشغلة، وظل عندنا شغلة واحدة او شغلتين. الشغلة الاولى شوية بها صعوبة، الشغلة الثانية لا سهلة كلش. نسوي هيك انا اقول لك نخلي الفريمات على هذا، هاي كلها فريمات نضل نخليها. بعد هاي الشغلة شلون اقول لك، ما تستاهل اصورها بس لازم اصورها بعد، على مود نكمل التصميم كامل. لين قاعد بغرفة اخوي بس يجي هو يخرب علي يوم التصوير. فش نسوي هسه؟ بسرعة بسرعة نطقطق هنيج قبل لا يجي ويخرب علينا ام التصوير. عافية سويتش على مود شلون البداية حلوة. نوم هنا أنا هم توقف وتسوي هيك وترجع تسوي هيك، نوم ترجع تسوي هيك. ليش؟ لا ليش؟ شوف يا أخي والله هذا لا إله إلا الله، عقدت الشغلة، أنا عقدتها. أوكي شبايب عذرونا على الصوت المعفن، ما عندي سماعة. نسوي هيج، صوتي ما أدري شبي، ونخليها هيج. ولا هخلي لكم البرنامج صورة، بلكي تلقونه، يجوز تلقونه كل شي صغير. هنا نتوقف، هنا عافية. ليش ناس اذا وقفته من هناك راح يطيق يقول هذا ما يفيد هذا، فخل خليه ونسويه هيك كافتتاحية يعني. نوبة تدرون اكو شغلة حيرتني، انه راح نسوي هيك على المود يضبط ويا هذا النوبة وقبل، يعني ماكو فراغ. وبين هذا تصميم معفن عارفين ونسوي كم. شوف
نعمل شوية وخر عشت ايدي ونسوي شم ونشوف انه تصميم، شوف اذا الكرومات بعد ما منزله، خلينا ننزل هذا بالكت الله بيه خير. مو مثل كاب كات وال اوه شيت حلو هذا. بس هذا شنو هذا؟ كلش قصير نخليه هذا، يعني يخرب علينا التصميم، او ما نخليه اصلا، يعني يخرب التصميم كله. اذا شفت لك كروم ايش لا تخليه، انصحك يعني ما يفيدك هذا الكروم. الكروم يعني يكون في شيء مرتب حلو نايس. شلون هذا؟ شنو هذا؟ والله حلو، هو نفسي. هاي هاي كلش مضبوط. نسوي هيك، نسوي هيك، نسوي هيك، نو بنرجع نسوي هيك وتسوي هيك. ونوبة ترجع تسوي هيج، ونوبة تسوي هيج، نوبة تاخذ هذا. هذا آخر شي لازم تختم بيه، أنا دائما أختم بيه وأحب أختم بيه، أحسه يعني شلون أقوى كروما بالنسبة لي. خلصنا التصميم، بقالنا بس الحقوق. الحقوق كل سهلة بسيطة، مو مشكلة شيل القلب حط الكلى، تسوي هيج وتسوي هيج. دائما صغر الحقوق كلش، مو لا يقولون الناس التجارف. شلون هسه انا اسوي يجي خليها هيج، بس خد تكمل ننزلها لي جوا. مرات يقولون مزروف المقطع، انا هذا هذا مالي البرنامج ما يقبل كلش اصغر الا يا بس غير نزلي هيش هيش سوي عفي. اذا نزلتي شلون هسه؟ خلنا نسويها وارجع لكم. اوه الفيديو 13 دقيقة صار. رحمونا انا هذا عذروني لان لين جاي اصور، فلازم نخليه هيك نصغر عفية. فتشي خرافي انا، بس عوفني بحالي وخليه هيك عفية. بلكت الله كفو. عاشت ايدي عاشت ايدي عاشت ايدي. شوي نرفعه عن مدري عفية، نسوي له هيك. هنا كاف 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 ابليس كافي. نسوي له هيك ونجر نهاية الفيديو. وهنا نقول له وصلنا نهاية التصميم، لا تنسون زر اللايك والاشتراك. وادري بيك سوا في تيم تشي من جديد على التصميم، وما تعرف ليش هسه انا مصمم. شكرا على المشاهدة، لا تنسون زر اللايك. إذا عجبكم المقطع أقدر أسوي جزء ثاني وشغلة ثانية، شلون تسوي مثلا فلتر أو تسوي تصميم كامل، يعني التصاميم تسويها شلون تخلي حقوق بيها خير. وصلنا